بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى عرضنا الإخباري من قناة الشروق، نستهله بأبرز العناوين. مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير يتفقون على استكمال مهام المرحلة الانتقالية. ارتفاع حالة الإصابة بفيروس كورونا في السودان والصحة تشدد على الإرشادات الوقائية. البرهان يوجه بتسريع الخطى لتعزيز التعايش السلمي بمنطقة أبيي. أهلا بكم. اتفقت أطراف المرحلة الانتقالية، مجلس السيادة الانتقالي، مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، على وقف التناول الإعلامي للقضايا الخلافية. وقالت الآلية الإعلامية إن الشركاء أكدوا عزمهم على العمل معا وسويا لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية وتنفيذ مطلوبات ومهام استكمال تنفيذ المصفوفة. ودعت الآلية الإعلامية الأطراف الثلاثة للحرص على تجنب تناول القضايا الخلافية في الإعلام لحين الاتفاق المشترك حولها، والالتزام في حال عرض أي قضية بالتركيز على جوهر القضايا والابتعاد عن الأشخاص، وتوظيف التباين لإثراء الحوار الديمقراطي الحر تحقيقا لتعزيز شراكة الأطراف في المرحلة الانتقالية. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية وفق تقرير الوباء ليوم الأربعاء عن تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تسجيل 10 وفيات، وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى 1818 حالة، متضمنة 90 حالة وفاة. كما شددت وزارة الصحة الاتحادية على ضرورة الالتزام من المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وآداب العطس والسعال، والالتزام بقانون الطوارئ الصحية بالبقاء في المنازل والخروج إلا للضرورة القصوى. عقد فريق متابعة جهود مكافحة جائحة كورونا بوزارة الخارجية اجتماعه الرابع افتراضيا اليوم برئاسة السفير محي الدين سالم، واستعرض الاجتماع ورقتين أعدتا حول الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا عالميا وأثر ذلك على السياسة الخارجية للبلاد. وتخلل الاجتماع نقاش مستفيض حول الورقتين في سبيل دمجهما في ورقة واحدة تشكل هاديا ومرشدا لمتخذي القرار فيما يتعلق بالسياسة الخارجية بعد انقضاء جائحة كورونا. وتوافق الفريق على أن يستمر في التدارس وكتابة الأوراق المعينة لمتخذي القرار متى ما دعت الحاجة في هذا الظرف الذي تتسارع فيه الأحداث، مما يستوجب المواكبة اللصيقة. في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا بولايات البلاد، أعلنت ولاية سنار عن إغلاق شامل للأسواق الكبيرة بالولاية، حيث شهدت ولاية سنار خلال مطلع الأسبوع الحالي ازديادا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع السلطات بالولاية لاتخاذ تدابير احترازية أدت إلى إغلاق الأسواق ومنع التجمعات وتعليق الصلوات بالمساجد خوفا من دخول الولاية في حالة الانتشار المجتمعي. مع أن أعلنت السلطات بولاية سنار إغلاق الأسواق للمرة الثانية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، بدأ الناس يتوافدون على الأسواق زرافات ووحدانا، حيث شهدت الصرافات الآلية والمتاجر بسوق سنجة ازدحاما كبيرا رغم التحذيرات التي أطلقتها وزارة الصحة للحد من انتشار المرض. والله يعني والله فيه مصلحة للمواطنين، والله ما فيه ضرر، بالعكس فيه مصلحة للمواطنين، لأنه الوباء ده خطير على الناس، واتمنى الناس تلتزم بالتوجيهات الصحيه والارشادات، لان كل ده في صالحهم، والله الموفق. قرار اغلاق الاسواق وجد تجاوب من البعض بالرغم من الازمه الاقتصاديه التي يعيشها المواطن، بينما يرى اخرون ضروره ان تجد الحكومه منافذ بديله للاسواق الكبيره داخل الاحياء لتلبيه احتياجاتهم من السلع. غزو الصرافات كلها عشان الناس تقدر تصرف يا اخوانا. طيب افتح البنوك خليها مثلا بساعات معينه عشان الناس لا تجيب صف، انت بتقول هسه كورونا، بتقولوا كورونا يا اخوانا، الناس في الزحمه دي المره ذاته يا اخوانا. فالحيطه والحذر وصحه الناس والله هم من اي حاجه، فهو التكفيل اذا كان هو ضروري جدا، والله العظيم ضروري جدا ان الناس تقفل وكلام بالشكل ده، لكن اذا كان لابد من ان الناس تفتح والحياه تسير في طبيعتها وكلام بالشكل ده، الناس تعمل حواجز ومصدات وكذا يعني.
السلطات الصحية بالولاية تقول إن الإجراءات التحوطية التي اتخذت جاءت بعد تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا. الاحتياطات اللي اتعملت الليلة في اجتماع مجلس أمن الولاية أنا بفتكر إنه هي قرارات جيدة. نحن كان فتحنا الأسواق في الفترة الفاتت للتغييم لمدة 5 أيام، وحتى إنه البغالات ودكاكين الأحياء يعني تتملي وكده. وبعد ما غيمنا الوضع ووصلنا في لجنة في مجلس الوزراء، وصلنا لأنه حيتم الأسواق نهائيا، وحتى الأسواق الفرعية الكبيرة مثالا زي سوق ليبيا بسنجا وبعض الأفواق شاوي الراسك في سنار وغيرها. بعد تسجيل عدة محليات بولاية سنار حالات إصابة بفيروس كورونا، ربما تدخل الولاية في حالة الإغلاق والحجر الشامل إذا لم يطبق الناس الإرشادات الوقائية. سماني أحمد عمر، الشروق، ولاية سنار، مدينة سنجا. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان اهتمام الدولة باستقرار الأوضاع في منطقة أبيي وإكمال الآليات المشتركة مع دولة جنوب السودان وتعزيز دور البعثة الأممية بالمنطقة، ووجه خلال لقائه اللجنة الوطنية المعنية بالأوضاع في منطقة أبيي بتسريع الخطى التي من شأنها تعزيز التعايش السلمي بين المكونات المجتمعية في المنطقة. وتلقى من اللجنة تقريرا مفصلا عن مجمل الأوضاع بالمنطقة، وأوضحت السفيرة إلهام شانتير الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية أن اللجنة قدمت تنويرا حول الوضع في أبيي على خلفية الأحداث الأخيرة بالمنطقة. التقينا اليوم بفخامة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، التقينا به كلجنة وطنية معنية بمنطقة أبيي، وذلك لتنوير بالوضع في أبيي والأحداث الأخيرة في المنطقة، وتداولنا حول كثير من القضايا في طريق تعزيز التعاون بين السودان وجنوب السودان من أجل يعني إعلاء التعايش السلمي في المنطقة، وأيضا من أجل تعزيز التعاون لإنشاء الآليات المشتركة بين البلدين وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وأيضا للنظر في تعزيز الدور الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة في أبيي. بشكل عام يعني استمعنا من فخامة السيد الرئيس لتوجيهاته والأهمية التي توليها الدولة للوضع في أبيي. سجلت كاميرا الشروق زيارة إلى المطرب مصطفى مضوي بمنزله بحي أمبكول بعطبرة، وذلك للإطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية القاسية التي ألمت به، ولزم على إثرها السرير الأبيض بمستشفى الشرطة. وأكد مضوي للشروق أنه بدأ يتماثل للشفاء، معربا عن شكره وتقديره وامتنانه وعرفانه لكل من سأل وتواصل معه. ويعتبر الفنان مصطفى مضوي من رموز الفن العطبراوي بمسيرة فنية طويلة وحافلة امتدت لأكثر من 45 سنة، قدم خلالها كثيرا من الأغنيات فاقت 150 عملا غنائيا ووطنيا أعلى فيها من قيم السلام والوحدة والتنمية والتواصل والتآخي الاجتماعي باللهجات العامية والمحلية والعربية الفصحى واللغات الأثيوبية والأريترية والنوبية. الحمد لله شغل خفيفة وأنا كويس، طمنت الناس كلها عن غريب، هنشوف اهتمام الصحة والرجوع لما يهتاني. أشكر كل من سأل مني، كل من زارني كان في المستشفى أو في البيت. نحن في ضيافة الأستاذ مصطفى مضوي، البذرة التي أتت من الجزيرة وأثمرت في عطبرة لتكون يعني منارة وقوة وعنوان لعطبرة، وهو سفير الكلمة التي يعني ذهب بها حتى الحدود الحبشية. عفوية مصطفى مضوي والله مدخل لقلوب الناس من الطفل إلى الشيخ، وما أصابه
لا نقول يعني إلا يعني ربنا سبحانه وتعالى يأخذ بيده ويرجع كما كان. وهو فعلا يعني ما حدث ليس بالسهل في البداية، ولكن الحمد لله نحن في ضيافة الآن ومطمئنين جدا، مطمئنين جدا إنه بدأ يستعيد صحته ثاني. الوالد الحمد لله وشكر لله، هو مرة بتجربة شوية غاسية، لكن الحمد لله يصير هو بخير وصحة جيدة تمام. بياخد في علاجات خاصة بالجلطة، وبياخد في علاج طبيعي، وحاليا هو كويس. وأحب أطمن كل الشعب السوداني وجمهوره خاصة، وأشكر كل الناس الذين سألوا عنه في الفترة الفاتت دي من داخل السودان ومن خارج السودان، وكل الناس اللي واصلوه في المستشفى وواصلوه في البيت. نعى رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك للأمة السودانية، نعى البروفيسور الطيب زين العابدين الذي وافته المنية. وصف رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك البروفيسور الطيب زين العابدين بأنه أحد رموز العلم والمعرفة وصاحب الكعب العالي في المبادئ والأخلاق السياسية. وقال رئيس الوزراء إنه ينعى في الفقيد طيب معشره وحسن سيرته. عرضنا الإخباري متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. ولاية الخرطوم تتجه لإنشاء آلية مستدامة لتوزيع الدقيق والسلع الاستراتيجية بالولاية. أهلا بكم إلى طائفة من الأخبار العالمية، حيث تحدث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تعقيدات اعتزام إسرائيل ضم الضفة الغربية المحتلة فعليا. وقال بعد لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذه الخطوة يجب أن تتم طبقا لخطة السلام الأمريكية. وأثناء زيارته لإسرائيل التي استغرقت يوما واحدا، وجه بومبيو انتقادات جديدة للصين بسبب ما وصفه بعدم شفافية بكين فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا الجديد في ووهان أواخر العام الماضي. ورفضت الصين مزاعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حجب معلومات عن الفيروس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمله خاب كثيرا في الصين بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد مرور وقت قصير من اتفاق البلدين على المرحلة الأولى من اتفاق تجاري. وتنتقد الولايات المتحدة الأمريكية الصين بشدة منذ تفشي مرض كورونا، حيث تنتقد واشنطن بكين لما تعتبره عدم شفافية في التعامل مع المرض. قال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لشركة مطارات دبي المشغلة لمطار دبي إن فحص درجات حرارة الركاب ووضع الكمامات سيصبح المشهد المشترك في المطارات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن التباعد الجسدي يمكن أن يزيد من تكلفة السفر الجوي. وتدرس حكومات ومطارات وشركات طيران في أنحاء العالم إجراءات مؤقتة للسلامة من أجل استئناف السفر الجوي، من بينها الفحص الإلزامي لدرجة الحرارة ووضع الكمامات والحفاظ على مسافة بين الركاب. في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري عثرات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، يقول المسؤولون إن البناء مستمر بالطاقة القصوى في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة بعد فترة توقف قصيرة لاتخاذ تدابير احترازية لمنع انتشار العدوى أثناء العمل. مبان تحت الإنشاء في العاصمة الإدارية الجديدة، ويبرز مستوى العمل في المشروع الواقع في قلب الصحراء الأهمية السياسية للمدينة الجديدة حتى في الوقت الذي تنشغل فيه الحكومة بمواجهة الوباء. ويمكن رؤية الشاحنات تسير على الطرق المبنية حديثا في المشروع، بينما تدور الرافعات فوق أبراج سكنية تحت الإنشاء. اقتصاديا، انعقد اليوم اجتماع موسع بولاية الخرطوم للتفاكر حول الآلية المستدامة لتوزيع وترحيل الدقيق برئاسة أمين عام حكومة ولاية الخرطوم. وأقر الاجتماع عددا من الموجهات المتعلقة بتأمين وصول الدقيق للمخابز حسب الحصة المقررة وفي التوقيت المحدد، على أن تقوم المحليات بإنشاء إدارة منفصلة لهذا الغرض وتكوين آلية للمتابعة والرقابة تتكون من لجنة متابعة ومراقبة السلع الاستراتيجية ومباحث التموين ولجان المقررة
المقاومة ولجان الحرية والتغيير. بحثت اللجنة العليا للموسم الزراعي بولاية غرب دارفور عددا من الموضوعات المتعلقة بالاستعدادات والترتيبات للموسم الزراعي للعام 2020-2021 وكيفية التأمين والحماية. وأوضح والي غرب دارفور المكلف اللواء الركن دكتور ربيع عبدالله آدم أن اللجنة بحثت مراحل الموسم الزراعي في فتح المسارات والمراحيل والصواني وتأمين حركة الرعاة من الشمال إلى الجنوب والعودة وتوفير كافة المدخلات الزراعية وكيفية تفعيل وتنشيط مكاتب الزراعة والإرشاد الزراعي والخطة الأمنية الإطارية لكافة المراحل وتشكيل اللجان المختصة. وقال إن اللجنة العليا للموسم الزراعي ستمضي في معالجة كل التحديات بهدف تحقيق موسم زراعي ناجح. أمنا إنه بالضرورة يكون في توعية مستمرة من كافة يعني عناصر قوى المجتمع، الإدارات الأهلية، قوى التغيير، قوة الحرية والتغيير، لجان المقاومة، وكذلك أخوان المدراء التنفيذيين. ونحن في الحاجة دي برضو على مستوى لجنة أمن الولاية. فالحمد لله رب العالمين، الاجتماع كان مهم جدا وكان مفيد جدا. الأساس أنه الخريف على الأبواب، وكان لابد من أنه يكون في هذا الاجتماع التحضيري. وفي ذلك يمكن أمننا 3 لجان: لجنة عليا لإنجاح الموسم الزراعي، ولجنة فنية بقيادة أخونا مدير الإنتاج، وده عشان نقدر يوفر لنا البذور للمراحيل وكذلك للصواني، وفي كيف توفير هذه المسارات الآمنة. وكذلك يمكن يعني من أي من وجود المزارعين ممكن نقول لي ممكن يزرعوا في هذه المساحات قبل وقت مبكر، عشان إحنا ما نخدعهم لأي من أنواع الخسارات، وفي نفس الوقت يكون وجهناهم توجيه أمثل. وفي دي يمكن صحيح أمننا وجود لجنة عشان تشتغل لنا في فتح المسارات وإيجاد الصواني وحل القضايا في وقت مبكر. وفي ذات السياق أوضح المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بغرب دارفور فضل الدوم أحمد أن المساحة المستهدفة بزراعة هذا الموسم تقدر ب3,160,000 فدان بمحليات الولايات المختلفة، مؤكدا حرص الوزارة على توفير كافة المدخلات منذ وقت مبكر للاستفادة من الموسم. المساحات المستهدفة لهذا الموسم 3,160,000 فدان. وحقيقة الحديث كان عن كيفية توفير المدخلات لاستزراع هذا المساحة الكبيرة. وحقيقة كولاية غرب دارفور بها أكثر من 336 تراكتور، وهي خاصة بالمواطنين، وللوزارة لديها 21 تراكتور. وإن شاء الله هنا هذه الاستعدادات كلها تصب إن شاء الله لدينا أيضا كميات من التقاوي، وطلبنا المزيد من التقاوي في حدود 480 طن أنواع مختلفة من الغلال والحبوب الزيتية وغيرها. الأساس أننا نستزرع كل هذه المساحات ونزيد من إنتاج هذا الموسم من خلال عودة عدد كبير جدا من النازحين واللاجئين. ضبطت قوة مشتركة بولاية شمال دارفور شاحنة محملة بمستحضرات التجميل مهربة بأحد مداخل مدينة الفاشر تقدر قيمتها بملايين الجنيهات. هذا وخلال مخاطبات القوات حي والي شمال دارفور الدور الذي تقوم به كافة القوات النظامية لحماية البلاد واقتصادها وأمن وسلامة المواطنين. وقال الوالي إنه وفي ظل الظروف الصحية وجهود الحكومة لمكافحة كورونا هناك ما يستغل هذا الظرف لتحقيق مكاسب غير مشروعة ويضر بالاقتصاد وصحة المواطنين. وكشف الوالي عن توجيهات عليا لتعزيز دور القوات النظامية وقوات مكافحة التهريب لإفشال أي مخطط يزعزع الاقتصاد بالبلاد. رياضيا، يكترف الغموض مصير الموسم الرياضي في السودان مع اقتراب أجل إغلاق الموسم، ولا يزال الاتحاد متمسك بأمل إكمال الموسم الرياضي رغم أن العديد من الأندية خاصة الدرجة الممتازة ترى صعوبة استئناف الموسم بعد التوقف الطويل. وكان اتحاد كرة القدم اتخذ قرارا بتعليق النشاط الرياضي في السودان بسبب جائحة كورونا، حيث منعت السلطات الصحية التجمعات للحد من انتشار المرض.
ويعتقد عدد من الفنيين أن الأندية بحاجة إلى فترة للاستعداد لبقية الموسم إذا ما قرر اتحاد كرة القدم استئناف الموسم الكروي بالبلاد. توج مازيمبي بطلا للدوري بحسب ما أعلن اتحاد كرة القدم الكنغولي الأربعاء في بيان رسمي عن إلغاء الموسم على خلفية تفشي وباء كورونا. وقال الاتحاد بحسب بيانه إنه منح اللقب لمازيمبي اعتمادا على الترتيب الأخير بعد توقف البطولة في 16 من مارس المنصرم. ويتصدر مازيمبي المنافسة المحلية برصيد 53 نقطة بفارق 11 نقطة عن فيتا كلوب. وسابقا أعلنت كل من اتحاد الكرة في الكاميرون وكينيا عن إلغاء الموسم بسبب فيروس كوفيد-19. كرة القدم بالكنغو توقفت بهذا السبب. في ختام عرضنا الإخباري من قناة الشروق هذا تذكير بأبرز العناوين. مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير يتفقون على استكمال مهام المرحلة الانتقالية. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في السودان والصحة تشدد على الإرشادات الوقائية. البرهان يوجه بتسريع الخطى لتعزيز التعايش السلبي بمنطقة أبيي. ختام عرضنا الإخباري لهذا اليوم، أشكر لكم المتابعة ونتمنى أن نتبع الإرشادات الصحية حتى نقي أنفسنا شر الإصابة بفيروس كورونا، مع أمنيات الصحة والعافية للجميع. تحيات فريق العمل وتحياتي، في أمان الله.